طالبوا بهذا الشأن. احنا دابا توجهنا بمراسلة السيد العامل من أجل الوقوف على هذا الملف، وتوجهنا بمراسلة إلى رئيس المجلس البلدي لعين حرودة، ورسالة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية، ورسالة إلى الباشا ديال بلدية عين حرودة. إذن اللي كنتظروا حنا في هذه الوقفة ديال اليوم كنتظروا منهم أنهم يلقاو لنا حل قانوني، حل ديال سير وقضي وكذا ملينا منه. إذن حنا مادامو باغين يطبقوا القانون ما يلوحوناش في المواجهة ديال بعض السلطات الثانية اللي متدخلة في القطاع. أعطينا الاجتماع اللي درتو مع الجماعة هذه يومين، بالنسبة للاجتماع اللي درنا هذه يومين خرجنا بواحد النتيجة ديال المقترح باش ما تكوانساوش مع الحرفيين ديال المحمدية. هادو كيخدموا الثلاث والخميس والسبت. إلا مشينا تدخلنا حنا كاملين المزارة عندنا 5 شاحنات، وهما عندهم تا هما ما عرفت 10 شاحنات. إوا المزارة عندهم يلا غادا تهز هذوك الشاحنات اللي كاينين تما، وحتى من ناحية التلوث بزاف ديال المسائل اللي غادا تكون حاضرة. إذا حنا اقترحنا على السيد رئيس المجلس البلدي لعين حرودة مشكورا اللي تا هو قال لنا راه حنا غنحاولوا ندرسوا هذا الملف، اقترحنا عليه ايام الذبح تكون مخالفه لايام الذبح للبلديه المحمديه، يعني الجماعات الترابيه المحيطه ببلديه المحمديه واللي خاضعه لنفس الاقليم تاخذ ايام الذبح تكون يوم الاثنين يوم الاربعاء ويوم الجمعه. ولكن الجماعات المحمديه واش عطاكم الضوء الاخضر في هذه القضيه؟ ما كاين حتى شي حاجه. راسلتهم تاما المراسلات هما عندي كلشي موجود. ايه راسلناهم دابا كنتسناو في الردود وردود الافعال. ردود الافعال احنا واقفين وحنا غنتسناو الردود ديالهم. بالنسبه للونسا المدير ديال لونسا ما درتيش مع شي اجتماع بخصوص القضيه ديالكم؟ دائما اخويا سي خالد كيبقى المحضر ديال الضابطه دابا مادام ما عطاوناش المحضر ديال، او هو في الحقيقه راه كيتسمى قرار الحز. انا بغيت نعرف قرار الحز دابا شكون اللي صدرو. راه ملي كنقولوا قرار راه خاص جهه موقعه على القرار. دابا حنا كنصدروا واحد المسألة وكنقولوا كنجيبوا الطبيب كنقولوا ليه دير لنا المعاينة المجردة، كيدير لنا المعاينة المجردة، كنديروا هذا المحضر ديال الضابطة القضائية اللي قامت بالحجز، وما شكون اللي غيصدر القرار؟ القرار ديال الحجز والطريقة ديال الإتلاف، الطريقة ديال الإتلاف شكون اللي غادي يصدرها وكيفية الإتلاف؟ شكون اللي غيعطيونا على القرار؟ دابا كنتحدى أي واحد يجبد لي القرار. لقد تم بقرار حز الشاحنه الفلان فلانيه بتاريخ كذا وكذا ويتم اتلاف سميتو طبقا للمعايير القانونيه المنصوص عليها في كذا، ويجبدها ليا ويجبدوا ليا اشنو درتوا ديك الحاله الكارثيه اللي داروا في المطرح. هذيك الحاله الكارثيه واحد شاري السلعه بجوج الملايين ثلاثه الملايين وفي ظل الازمه وفي ظل واحد الكلمه ما كانش مسكين الحمد دابا بقول لك الناس ولاو كيشوفوا الفيديوهات التعارق ديالهم عطيو لنا احنا خونا ناكلوه ما يديروش هذه الحاله. إذن في ظل هذا الشيء كامل، في ظل هذه الحقره اللي حسينا بها، تم اليوم هذا التوقف عن الاشتغال ببلديه الاضراب عن العمل بلديه عين حروده، وكنترجى من السيد عامل العملات المحمديه يدير اجتماع عاجل مع المتدخلين في القطاع، راه بلديه عين حروده راها متضرره بزاف باش نحلوا هذه الازمه. والأزمة عطيناهم الحلول وباقي إلا بغاو نضيف لهم حتى حل آخر ما كاين حتى مشكل. حنا عندنا مزارة ديال بلدية عين حرودة اللي هي قالوا تعتمد في التابعة، نزيدوا المزارة ديال جماعة سيدي موسى بن علي، يعطيونا الجماعة ديال سيدي موسى بن علي وحنا فكينا المشكلة. إذا يعطيونا الجماعة ديال سيدي موسى بن علي، يعطيونا الجماعة ديال سيدي موسى بن علي، نعم يعطيونا الجماعة ديال سيدي موسى بن علي. وأنا كنأكد لكم الجماعة ديال سيدي موسى بن علي ماشي هي جماعة اللي خاضعة لواحد الصفقة، جماعة التي مزرة التي تديرها الجماعة البلدية، يعني نقدروا نورجوها في أي وقت. من غدا يقولوا لنا سيروا غنمشيو يعيطوا الرئيس الجامعة يقولوا سيروا الطبيبة غتجي تطبع لكم، وحنا مستعدين نفكوا هذه المسألة. وكنشكركم وكنشكروا الصحافة وكنشكروا المتتبعين وبعض الإخوة اللي تا هما كيدعمونا بالتعليقات ديالهم، وبعض الجزارة تا هما كنتمنى تا هما يدعموا هذه المسائل ديالهم ويمشيو في مسيرة نضالية، لأن القانون فؤاد والقطاع غادي فؤاد آخر. تسمحوا لي غادي نذكر واحد النقطة دائما في إطار القطاع، دائما في إطار السلسلة ديال القطاع. حنا دابا القانون راه مزحف في حق الكساب،
حتى في حق الجزار اللي غادي يجي يشري هذه البهيمه من السوق. راه القانون قديما كان واحد الرسم كيقولوا ليه واجبات تسجيل الحيوانات بالسوق الاسبوعي. نعم. ملي كتشري واحد البهيمه كاين واحد السيد كتوقف تا وياه كيعطيك كيطونس باللي هذا